حزمة عقوبات جديدة ومتفرقة على إيران استهدفت أفراداً وكيانات من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجلس الأوروبي، وذلك رداً على استمرار الانتهاكات في البلاد من قبل السلطات. وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني. من جهته قال المجلس الأوروبي إنه قرر فرض عقوبات على 8 أفراد آخرين لمسؤوليتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران وشركة أرينتل للاتصالات لمساهمتها في تنفيذ عملية مراقبة على المعارضة. عقوبات المجلس الأوروبي الجديدة تشمل أيضاً نواباً في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثماراته. بدورها أعلنت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين شملت 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني. وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال في بيان إن بريطانيا والشركاء الدوليين يؤكدون مرة أخرى عدم غض الطرف عما وصفه بالقمع الوحشي للسلطات الإيرانية، مشدداً على ضرورة مواصلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبتها على ذلك.